ايه يا دولة، انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقولة يعني يا دولة مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الأغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الأغاني بتاعتي دي صعبة عليهم يا ابني. شوف الأغاني اللي أم كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيدة اللي هي بتاعت ثورة الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده الكلام عصير الدمع. طبعا يا ابني عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل الخواجه اللي جه. ماشي شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم الدنو؟ ايه ده انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عادي بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل. منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا. بدي اقفل الباب. ها ماشي ماشي اصبر. اهلا وسهلا. تحت امرك، طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعوني بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز. نعم. اروح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا. عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه؟ يلا. عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبته. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر. عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة. على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساقعة، أدي دقيقة كمان. فين الحاجة الساقعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساقعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساقعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، اقعد اقعد اشرب الحاجة الساقعة. حضرتك يعني هما فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساقعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده إزاي؟ زي الناس. زي إيه؟ أيوه يعني كنت بتقول فيها إيه الأغنية دي يعني؟ هقول لك أنا. بتقول ثلاث دقايق أشوفك أقابلك، إيدك تلمس إيديا أشوفك أقابلك، عينيك تيجي في عينيا، لو زعلان عاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لمعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك هتزود عنادك، انا طيرك وعادلك، انا طمعان فعدلك، انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا، لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق، انت حبيبي وبس، انت نصيبي وبس، نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله, الله, الله يا استاذ بهاء. الله 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 الله. بس بس الله الله يا استاذ بهاء. يعني بص حضرتك يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والتلات دقايق بتوعي غير التلات دقايق بتوع حضرتك يعني. هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله، لغيت الرحله خالص. انا ماشي يا عم سامع. طب حضرتك بس في اغنيه تانيه بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سامع عليكم. انا ماشي. وعليكم السلام. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء اوعى هد، لغينا الرحله خلاص. سامع عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك. ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني. يالا
كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني إيه؟ احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود. ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دولة طب قول لي بقى الخطوة الجاية يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوة الجاية بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها ويتفقوا بقى مع ملحنين وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دول عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكرة. ولا حتة اتنين شاي، يلا بسرعة. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ انا اتسرقت. اتسرقت ولا حته؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه؟ يلا محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو، الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه. سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله. حلوه حلوه ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحشه قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه ايظنوا تلات تلات تلات. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعتي انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزت مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضيه هرفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوا تيظنوا غنوتكم؟ الا متاكدين حضرتك، احنا اكتر من متاكدين، وانا ممكن اسمع جزء لحضرتك وانت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك واخلع منك وانفض لك. ايوه بس دي مش الغنوه اللي غناها بعرور. هي يا استاذ هي الاغنيه، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قال لك اظن عايز ايه اكتر من كده يعني. انا كده ابتديت اتاكد بس مش قوي. حضرتك طب انا هقول لك على حته بقى عشان تتاكد قوي ان هم سارقينها مني. حته انا كنت، هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمزي. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد. لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دوله. وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بيا انا؟ مش دي سيد انكل؟ سيد انكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الاغنيه الشعبيه، يعني تطور الموسيقى العربيه، يعني السلمه التاسعه من سلالم الموسيقى العربيه، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظنوا بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظنوا قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة ولازم لها قاعدة مع سيد أنكل.
متأكد يعني عم سلكها إن أونكل ده جاي؟ أنا ابتديت أقلق. لا ما تقلقش يا جدع أنت، الله هي كلها دلوقتي شوية ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعدة تانية في غنوة تانية. على فكرة دولا إن شاء الله طلبك ده مقضي، أونكل ده أكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسمه أونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. ده بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم أونكل. يا اهلا وسهلا. أونكل مين؟ أونكل مين ده؟ حي الله مساعد رابع لسيد أونكل. حي الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد أونكل. سيد أونكل مين ده؟ حي الله مساعد تاني لسيد أونكل. دي عيلة حي الله ما شاء الله، عيلة كبيرة قوي يعني. دول هم دول توأم ولا إيه؟ لا يا ابني، ده واضح إن سلسلة مطاعم. سيد أونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. أهلا بعمنا. أهلا أهلا. وده إيه فرع إيه ده؟ أهلا وسهلا. ده فرع إيه ده؟ أمال ده؟ ده سيد أونكل. اتفضل عمنا اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد أونكل. انا اسمع عن حضرتك يا أونكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد أونكل. يا الله الله، سمع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور والله يا سيد أونكل. ايه ده؟ اتكلم انت اسلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق. بخصوص حضرتك، بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكورة انتاج يا سيد أونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات؟ مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. ايه ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه اسلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات يا سلكها. حاضر. وصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كاراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقه دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامه بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا ايظن دي تاليف وتلحين ونغمات مجسمه بعرور مع مرتبه الشرف. يا سلام، امال ايظن اللي معايا دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجه وقله ادب وسفاله. انت شغلك كده مش هتروح من هنا انكل. لا هرجعك طن. كده طيب، احنا شرحنا نشرح بقى. تشرح مين؟ الأغنية دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أظنه. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى يا ناري يا ناري. ترى 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 بعرور بعرور. ترى ترى يا ناري يا ناري. بعرور بعرور. سكت الكلام ولا رمزي. ايه دولة؟ هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعتي. احتة. نادي رمزي. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا، لسلكها والبعرور والأونكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه، ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط،
ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة، وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور إنك مدعي ونصاب؟ بصوا، أنا المشكلة ليست بيني وبين بعرور، بالعكس أنا بقول له يا بعرور تعال هنا هو، ومد ايدك في ايدي وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنية الشعبية ونجمعه كله في اوبريت شعبي كسر الدنيا. مستر عدل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات، نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة، والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس وفي ايدي ماي هاند بول وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله أنا بكررها لتاني مرة والتالت مرة والرابع مرة، وهفضل أكررها طول ما أنا عايش. أنا مش طالب حاجة معينة غير أن أنا حافظ على أغنيتي. رجعولي أيظنوا أهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاولة المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن أفرط في شبر واحد من أيظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كوبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كوبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كوبليه واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا، وأنت أول واحد جريت أساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا، ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليه الشعر. حسيت إن ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. إيه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من أيام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير، الحقيقة لم تنطق الكورة الأرضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على أمره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة، الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي، يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله، وشكرا للتحية. الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه، الله يحرقك. انت يلزمك قام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش في عوام كده عشان تنزل على جدور رقبتك. ها ده رافع قضيه ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوه بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان أيظنوا دي مش بتاعتك. فضل تلت بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنية من تأليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا 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 ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص نخليهم خمسة. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق.
بارور كسب القضية؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الأفراح إن شاء الله. مبروك مبروك، بارور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10,000 جنيه مبلغ مش وحش، أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في القهوة، أنا موافق. أوكي دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ 10 إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هم 7,000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم، كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى، انت فاهم احنا بنعمل ايه. ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي، ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3,000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من 1,000,000 جنيه. طب ما تخليهم 500,000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3,000 جنيه. 3,000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3,000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال ضمن المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا ترت ترت ترت، ايظنوا ترت ترت ترت. طب 3,000 جنيه و10 قصايد، طيب حضرتك ترت ترت ترت. طب 3,000 جنيه و20 قصيده والبازار ترت ترت ترت. طب حضرتك 3,000 جنيه و20 قصيده والبازار ورمزي. شافوا من شباك المنور. يا حرام، الست دي صعبانة عليا جدا. اللي يصعب عليكي اكتر بنتها، ما اتقتلت وباباها في السجن. بس بقى كفاية كفاية بقى، مش قادرة خلاص، انا هبتدي اعيط بقى. امال لو شفتي حلقة النهاردة هيحصل فيها بلاوي. وانتي عرفتي بقى ازاي يا طن؟ من التتر. انا اشوف التتر كده افهم المسلسل كله. ايه ده، مين ده اللي جالنا على الصبح؟ ده لازم رمزي علشان عادل اتاخر على البازار. الله، هو عادل لسه ما نزلش؟ ايه اللي اخره كده النهارده؟ بيتنك عشان بقاله كام يوم بيشتغل كويس، بقى بيكسل. خلدونا سيد، ازيك يا دودو؟ وحشتيني قوي، تعالي تعالي. انت وحشاني اكتر. مامي شفتي مين جالنا؟ خلدونا حبيبتي يا ميمون، وحشتيني. انت وحشتوني اكتر والله. كده يا وحشه، يعني عشان انت قاعده في اسكندريه ما تسأليش على اختك خالص؟ اعمل ايه، مشاغل كتير، بروح مع الحاج المصنع، مش فاضيه خالص. يا حبيبتي خلتمونا. انت تعرفي طنط انعام حماتي، فاكراها؟ طبعا فاكراها. ازيك يا ست انعام؟ ازيك انت يا حبيبتي، جلابيتك حلوه قوي قوي، طول عمرك شيك يا ست انعام. متشكره قوي كل الذوق. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يا خساره، دي اول لابسه. معلش معلش يا انعام، خدت الشر وراحت. بقول لك يا منى، تعالي يا حبيبتي، ده انت وحشاني، عندي كلام كتير اقوله لك. اقعدي، انا هدخل اغير الجلابيه. طنط انعام البسي واحده قديمه. وحش وحش. طيب شقتك حلوه قوي قوي، وذوقها هيجنن يا رانيا. لا يا خالته، ده الشقه وحشه قوي، ده ما فيش فيها حاجه عدله. ازاي بقى؟ دي وحشه وذوقها حتى وحش جدا. انا قاعده هنا يا منى بالعافيه، مش طايقه يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج شويه؟ لا انا لسه جايه ومش عايزه اخرج. لا استنوا بس، هعمل لكم حاجه تشربوها بسرعه قبل ما تنزلوا. بس انا مش عايزه انزل. هو انتوا هتنزلوا امتى؟ اللبس ده وانت نازل. يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، ما انا هجيب لك لبس غيره. ليه؟ انت قلقانه عليا مثلا الناس تشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا ايه؟ لا، من ناحيه دي اطمن، انا مطمنه خالص ان مفيش حد هيعكسك، بس وحياتك البس البيجامه دي من فضلك. ايوه حبيبتي بيجامه، هو انا صاحب بازار ولا شحال؟ عشان خاطري انا خالتي بره، البس البيجامه دي. ايه ده؟ خالتي جايه تشحت مننا فلوس يعني وعايزانا البسها؟ يا عادل بصراحه كده انا خالتي عينيها وحشه. عينيها وحشه؟ طيب ما تلبس نظاره شمس او عدسات او الاثنين مع بعض. طيب انا خالتي عينيها مدوره. يا عيب خلق يعني. يا عادل من الاخر كده، انا خالتي عينيها مدوره ومقوره ووحشه، ولما بتشوف الحاجه حلوه بتحسدها.
لا يا ماما، ايه بتحسد؟ ايه ده كلام مش مظبوط طبعا. وبعدين لعلمك يعني الحكايه دي انا مش بصدق فيها خالص. يا عادل، ده الحسد مذكور في القران. وانا يا ست ما اعترضتش، بس اللي بيحسد ده بني ادم بيتمنى زوال النعمه من البني ادم اللي قدامه. طب ايه رايك بقى ان ده حصل مع مامتك من شويه؟ خالتي شافت الجلابيه فعجبتها وقالت لها دي حلوه جدا، راحت الجلابيه متقطعه. حبيبتي ده صدفه اكيد. يا حبيبي ارجوك البس الحاجات اللي انا طلعتها لك دي. لا يا حبيبتي انا مش هلبس الحاجات دي، وبطلت التخاريف والاوهام اللي في دماغك دي. انا هلبس هدومي عادي جدا واخرج اسلم على خالتك. عيب تقولي على خالتك كده. ربنا يستر. خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت يا انعام. دي تاني الكوبايه تتكسر، ده طعم الكوبايات خلص خلاص. مع ان شكلها جميل بس ازازها خفيف، اعتقد ما يتحملش سخونيه الشاي. مش معنى يعني النهارده، ما احنا طول عمرنا بنستعملها. انعام حبيبتي عمرها الافتراضي خلص. انا بقى هقوم اعمل لك الشاي في كوبايه بلاستيك. على الله تصيح هي كمان. لا لا ملوش لازمة، خلاص مش عايزة شيء. أحسن برضو. أهلاً 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 أهلاً، إزيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، إزيك يا عادل؟ الله يسلمك. أخبارك إيه، كله تمام؟ الحمد لله. أنا كنت عايزاك في خدمة. أوي عينيا طبعاً. تسلم عينيك، أصل ابني دخل جامعة القاهرة، وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندريه للقاهره. ما شاء الله داخل الجامعه. هو حضرتك انا بالنسبه للبيت هنا يعني هو ما فيهوش اماكن خالص، بس ممكن المطبخ والحمام، الحمام ممكن افضه له خالص ويعيش فيه بقى براحته ويحس بنفس طراوه اسكندريه. يعني البانيو عايز ينزل بحر ويملاه ويملاه ملح وينزل يعني. ربنا يخليك. لا مش معقول هيقعد معاكوا هنا، ده انا كنت عايزاك تشوف له شقه ناجرها له. ينفع تشوف لي شقه؟ قوي طبعا اشوف لك شقه، بس يعني هي مش هتقل عن 1000 جنيه في الشهر. وماله يا عادل، منى ممكن تدفع وتدفع اكتر كمان. وانا بقول بقى برضو ان هو بدل ما يقعد لوحده في الشقه انا اروح اقعد معاه واخد بالي منه. ما ينفعش يا مجيد، اصل هيقعد هو وثلاثه زمايله، على اساس يبقوا اربعه ويقسموا الايجار بقى عليهم كله. ايه 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 ده ايه ده ده ايه البخور ده؟ ليه يا خالته دي ريحته حلوه خالص. لا 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 يا رانيا، ده ريحته وحشه. انا مش عارفه ايه اللي جرى للناس، كل ما اروح عند حد يشغل لي البتاع اللي ريحته غريبه ده بيغنوا. ويا ريته محوق. يعني في حاجات كتير تانيه بس بنبتدي بده الاول. طب شي بعيد عني كده. المهم يا عادل، انت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ ان شاء الله. لعلم حضرتك انا ليا علاقات جامده جدا. اهو انا احب جدا الراجل اللي له علاقات كده. انا بقى ما بحبوش. وعادل ملوش اي علاقات يا خالتي. يا رن في ايه علاقات يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجاله يعني مش حاجه وحشه يعني. استنى يا عادل، يا خالته ده عادل في كل العبر ده مجنني، ده خانقني، ده ملوش علاقات وما بيحبش حد ومتوتر وبيخاف من دله. جرى ايه يا رن؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استني يا حبيبتي لما ينزل. لا لا انا هنزل دلوقتي عشان تتكلمي براحتك بقى يا رانيا. معلش انا اسف، انا استاذن وان شاء الله اشوف لك الموضوع ده. متشكره قوي يا عادل، مع السلامه. مع السلامة. الف سلامه. ايه يا رانيا، عادل جوزك شاب زي الفل. يا سلام عليه وعلى ذوقه ولبسه، لبسه اخر شياك. خش البس اللبس اللي انت قلتي له عليه. ايه ده؟ معلش يا عادل، خد الشر وراح. سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دوله ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول ايه اسمه، هتخش تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دوله بقى؟ اوريني كده اعزف تاني يلا. شوف ريحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع ينوشك على طول، اعمل لي فيها رفاعي. سايب الشغل يا واد وقاعد عمال بتلعب في السفاره يا واد. هنبتدي بقى، هنبتدي هنبتدي طبعا.
فين الشغل يا ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دولا، هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين مفيش زبون دخل لنا النهارده يا دولا؟ ما هو من خيبتك، من خيبتك. شوف بقيه البازارات العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره، انت قاعد لي هنا وعمال بتلعب لي بالصفاره. فين الشغل يا دولا؟ انا عايزك بس تهدي نفسك كده، انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتغني على لبس كمان؟ دي بيجامه؟ لا دي حلوه، ده احدث طقم. اه الو يا تيتي، ايه يا تيتي؟ عايز ايه؟ اه ضربته، انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك، اعمل له ايه؟ ماشي، مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي، ومش عايز منك حاجه. يلا ايه دولا بقى، هدي اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولا يعني خلقي وشكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. بتحسد يعني عينيها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولا، انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط، اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده؟ اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دولا، ما اصلها اتعمت. ايوه دولا، مع ان يا دولا كان عليها جزء عيون، انما ايه، كان نفسي يا دولا يبقى ليا عين زيها كده، بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ يا دولا انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا وفي البازار، البازار حاله واقف، برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك. يلا بص يا دولا، انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دولا، صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا، ها في ايه؟ ايه يا رانيا، مالك مالك، في ايه بس؟ ايه مال رانيا؟ ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ ايه في التليفون؟ اكلينيكيه الناس. ايه يا رانيا، ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال، قصدي يعني ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه الصوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. حاضر حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. ماشي. ولا رمزي، ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى يا دعبول، انا عايزك تعيش في الدور على الاخر. ها، عايزك بقى تبطل الشغل ابو 3 مليم ده، احنا داخلين يلا على نصبايا كبيره. يعني اخرج لك كل اسلحه الدمار الشامل؟ ايوه، وكل بقى ما تزور في الاسلحه دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب ما انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خيبتك، دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول، بص، في دولة ابن عمي، ها، عنده واحده ست في الشقه هناك عليها عين، انما ايه، تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطه على طول، يعني عايزه لها عصام الحضري عشان يصدعها. ها، هم بقى عايزين يقتلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكه وشيكابالا كمان، ده لحد فيها شبع من شيكابالا. افهم عليك. وبعدين هي مش عايزه شغل كتير كده. لا بقول لك ايه دعبول، صح كده، احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير، وبعدين هنبقى نقسم في الاخر، ها، مع بعضين في السكرات. لا 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 لا، عيب كده بقى. الله، الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحه دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرات ده، اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. طيب خلاص، انا هجهز عده الشغل بقى. ماشي، وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوح لي وتعمل لي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ انا بقول لك دجال دجال، يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده، اللي هو التسعينات. التسعينات؟ فاكر، بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقول لك يا دعبول، انا اتولدت فيها وهقول لك. يعني انت اتولدت قبلي؟ ايوه، يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعبول، انت ايه يعني، تروح تلبس كده طرطور، ها،
وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه ايوه عرفت، دجال فيديو كليب يعني. عليك نور، صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. اقوم اجهز لك الفيديو كليب انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها، لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة، البادي كان هياكل من جسمك حتة يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت، خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي، ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى، ان شاء الله يا حبيبتي، احنا مش مستنيين حد خالص يا ماما. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما، وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حاسه ياسمين في رن؟ لا مفيش، خلطه حاجه، مفيش اي حاجه. مامي والله العظيم لو بنتي جرى لها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده ايه ده يا رانيا، بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى، اصلي في مشاكل ما بيني وما بين ياسمين. انت يا بنت خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص، خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه، ما انا ناجحه. هم بقى الناجحين بنعمل معاهم كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده انا ايه يا جماعه، بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سفله وقللت الادب. ايوه سفله وقللت الادب، خش دور. المره الجايه والله عشان تتبسط، والله انا نصحت. اتفضل 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 اتفضل. السلام على اهل البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه، بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه هو صاحبي يعني، هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه، لان هو اصلا فنان يعني، والفنون جنون احنا عارفين طبعا. ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني، وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه، فهو راجل فنان فعشان كده. فين المذكوره اللي انا بكلمها القاعده قدامك دي؟ عادل انا كنت عايز اسالك على الشقه، عملت لي ايه فيها؟ عملت لك كل خير اهو اهو، اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار، بس هو يعني ايه فنان، بس سمسار بس بوهيمي يعني اهو. وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادل؟ هو بيفلي الهوا حضرتك. ايوه يعني هو بس اصله مركز شويه يعني. انا كنت عايزه شقه علشان اولاد يعني يقعدوا فيها. ايه انت بتعمل ايه؟ سيبيه بس، هو مركز يعني، مركز حضرتك. مركز ايه؟ ده مش فاهم حاجه خالص، ولا سامعني ولا سامع انا بقول ايه. عادل هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. ايه يا عم دعبول ركز بقى، في شر في غل. ما احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه ده يا راجل انت؟ ايه يا راجل انت؟ انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت، رجع لاصحابه خلاص. مش الشر، مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان؟ خلاص امان امان. الشر لبسه باين يعني احنا في امان. طب متشكرين قوي، متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين مش الوقت، مش الوقت. حساب ايه يا عاد؟ الحساب يا خالته، الحساب يوم الحساب، حساب الصوره اللي هيرسمها لك، مش كده يا عادل؟ ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبه يعني. يلا 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 بينا. ياه، بياخد على كل صوره يرسمها 100 جنيه؟ على كده بياخد فلوس كتير قوي. جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني، الشر بيوجعني، خد بايدي يا ابني.
الرز. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ. اهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. اه صح. طب وبعدين؟ ولا حاجة، انا خايفة بصراحة لو فضلت قاعدة كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جاية تدور على شقة لابنها، دور لها على الشقة. قلبت الدنيا على شقة، معرفش أول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من إيديها وانزلوا دوروا على سماسرة أرجوك يا عادل. وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هتتحسد، لأن أصلا عربيتك محسودة خلقة. عارفة بقى، أنا بفكر إن خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقة واحدة، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكوا في حتة. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقة هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. ايوه يا سمير يا حبيبي. بابا ماله؟ ايه في ايه؟ يا ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجاه ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي، سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك. سلسلة المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفة، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمة لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضة، لون يخطف العين. ايه يا جماعة، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو عم نتكلم. ايوه عادل. إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوني دشدشت العربيه بتاعتي. ها الحمد لله، دلوقتي اطمنا، العربيه بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. انا بس عايزك في حاجه، اتفضلي معايا يعني في خدمه بسيطه. من عيني. ايوه من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايفه البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخله خارجه كتير جدا دول. انا مش عارفه انت تقصد انهي واحد. اللي في اخر الشارع هناك ده. ياه، نظرك جايب لاخر الشارع. في حاجة دخلت في عيني ولا ايه؟ ايه ده، انا اتعميت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل، في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده اهو في الشغل، يعني زعلني شوية. ايه، لغوا التماثيل؟ لا، لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريف، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين ثلاثه لحد ما يخلص ذنوبه، ده ذنوبه قد كده. انا عايزه اشوفه. ما تبصليش كده، زي ما انت امي هو برضو ابويا. هو صحيح طلق امي، وصحيح اتجوز صاحبتي، وصحيح شربني في اعار البيوت، وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قولي يا عادل، هو مالي؟ في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير ورقت في البيت. اشتباه؟ يبقى عياله يومين ثلاثة كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسلة ولا غوشتين، زي ما كان بيعمل معايا. بس لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجة ابدا، دي هي اللي عيته. سوى المنطعي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زرناه. لا خالص، ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده، روحوا زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ اروحوا، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. امك ثم امك ثم امك. ماشي، ثم ابوك عادي.
انا يظهر ما عرفتش اربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، انت عشان ربيتينا كويس احنا بنفكر نروح نزور بابا، لكن لو انت بقى مصره على الفشل في تربيتنا بلاش نزوره. مادام ده هيزعلك بلاش نزوره، مش كده سناء؟ بلاش بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجه تانية خالص غير موضوع بابا بعد اذنك يا ماما. تعالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كان انا رايح الشغل وانت رايحه المدرسه عادي جدا، وبعدين نزوق ونكت يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوه نكت دي يا واد، فكرتني فكرتني ايام ما كنت بزوق من المدرسه ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ام بابا؟ بتزوغي؟ ماشي ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعدي لك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسه تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. والله ما حصل؟ كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسه بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسه عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها يا عم. ماشي ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي ماشي حبيبي، خير الموضوع بابا. بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا، بس لعلمك يا عادل انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفته المنطعي دي، الكارته الغتيته البارده ديت، مش موجوده في البيت وهي بتتنيل تروح المدرسه الصبح، ما بترجعش للظهر. موجوده مش موجوده مش دي القضيه، المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في اي حاجه غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش اروح البيت وزفته منطعي موجوده في البيت يا عادل، لاني لو شفتها همسكها من شعرها امرشها في الارض مرشه كده وارتكب جنايه مع سبق الاسره والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف ما حصل. خير مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطعي يا حبيبتي. سلوى المنطعي، الاسم ده سمعته قبل كده يا ربي. فين منطعي منطعي؟ حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اصول البانيه بالنسبه للبن يعني، سيدي الله يرحمه كان شغال لبان لبان، بعد كده طور نفسه حب يجدد اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدوني العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ انت كده تبقوا قرايب. بس بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهمي من بقك. القرايب قال ده انا بقول لك من عيله المنطعي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟ دول عيله رمه دون واطشيين لمامه بيشربوا العصير في اكياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتي يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي، هو حضرتك مذيعه؟ يا ما حضرتك عليا ولا كنت حامل كده، بس المشكله ان كان في شويه ظروف عليا. بس انا طبيعتي تثقيفيه ومهتمه بالثقافه. طيب يا تثقيفيه ومهتمه بالثقافه، شدي طولك كده هاتيلي كوبايه ميه وانت راجعه هثقف لك. اسطوره. ماشي يا سناء، ان ما فرجتك ماشي. اهلا اهلا يا حبيبي، يا اللي رامي ابوك عندي رميه الكلب الاقرب وشايل ايدك ونفض، مش صالح بس لما يغور ويروح في 60 داهيه تيجي تقول لي ساب لي كام؟ ليا ايه ولا ايه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا ماله؟ بابا جرى له حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمدي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر وجاب سبرينا وجاي طل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيبي يا حبيبي؟ ايه الغبا دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم. ادوني العره اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومه من الاثنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخره. ان شاء الله هتتحرمي منه طول ما انت راميه ابوكي عندي رميه الكلب الاعرج ونايمه جوه حبيبتي على مرتبه ريش. انت غيرت المرتبه يا سناء؟ انتي اتش 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 بتتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 لا، كفاية قوي كده بقى،
هو يعني عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين لعلمك. بس يا مامي كان لازم تسافري اسكندريه دلوقتي، كان لازم تبقي موجوده عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء؟ ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في الرده قلبي ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورامين بالكوا على غيركم كاتكم الخام. انت ازاي يا سلوى يا تخشي كده البيت كده عادي يعني؟ الله الله، سناء اللجأة العانس المتطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جملة واحدة بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعة دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطيع ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي انجخ يا ماما يا ماما، روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجيلي انا اقوم بالواجب يا ماما. واضح ان حضرتك استهلكتي صوتك يعني. اتفضلي حضرتك تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه حبيبي، شربة من كعاني من هنا من ابوكم. فيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي فرصة الانتقام. رانيا يا حبيبي بقولك ايه، اعمل لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتشي يا عجل، بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فيس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك. ازايك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انت بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطشه ليه بتقولي بنت اصول؟ شفتي بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انت غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في سعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي، بس ما تجيبي السيره للناس دي، دول ناس واطشين قوي. المهم قعد تخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي، دوخني قضى عليا خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟ أكيد عشان صلة الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي أنا جاية فيه. دي فاتورة علاج الدكاترة والأدوية والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ أيوة، بكرة إن شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده بره الحساب اللي هيبقى بينا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يا اما هشيله هلا بيله وارميه لكم هنا على بير السلم، وشدة المغرف للمناطعه يجوا لكم هنا، يخلوا اكبر حته فيكم قد كده اهو. ماشي؟ من غير سلام. وبعدين يا دولا انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول لي يا دولا يعني، يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا يعني، انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك القبر. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش منطقي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها
وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب ده اعلان؟ انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت عاد بقى خربش فيها واستنطق عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي وهي منطعي ومنطعي على منطعي، ما يبرمش يا دولا. يعني مش هندفع؟ لا 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 مش هندفع يا سناء. بص يا سناء، احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير. يعني السؤال هنا يا هل لو رفضنا ندفع دي هتسكت؟ يا هل، يا نهار اسود، رمزي بقى علينا كلنا. بص يا ماما، احنا لازم نتعلم من التاريخ، اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مثلا لو في بلد ماشي جت احتلت حته من بلد تانية، تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحته اللي البلد الاولانيه احتلتها تقوم البلد الاولانيه تحتل حته تانية، فتيجي البلد التانية مش عارفه بقى تطلب الحته الاولانيه ولا الحته الجديده اللي احتلتها منها البلد الاولانيه. عشان كده بقى يا ماما ما بيبقاش قدامهم غير الخيار الاستراتيجي، الاتجاه المشاكس. حته ايه وبلد ايه وتانيه ايه يا عادل؟ هو احنا بنقسم المطبخ؟ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشره دي تاني. يا سلام، ما الحشره دي انت كنت بتتكلمي معاها بمنتهى الذوق ومنتهى الاخلاق المره اللي فاتت. ما هو الادب والاحترام والذوق والاخلاق بكسر سمها، وهي كمان ما طايتش تقعد ونزلت اتزحلقت على السلم. اتزحلقت؟ صدقي فكره والله يا ماما. ايه، نزحلقها من على السلالم ولا وهي طالعه نحط لها سمغ تلزق في السلمه الاولانيه زي الفار، وعلى نفوخها بقى بالشباشب نحدفها في دماغها؟ لا 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 يا سناء، لا مش صح طبعا. احنا مش عايزين نلجا لخيار الحرب، خلينا في الخيار بتاع السلام. السلام بيكسر شوكه الشرير دايما طول الوقت. عندك حق، السلام اسلم طريقه في التعامل معاها. جرايا يا سناء، انت كل شويه بتجنحي للسلام ليه؟ هي البنت دي شافتك يعني وانت بتزوغي من المدرسة؟ عموما بصي، احنا مش هندفع ولا مليم، واعلى مفخلها تركبه. طب وبابا يولع؟ ماما لو سمحت يا ماما، انا ما احبش ان انت تقولي كده على بابا، بعد اذنك يعني، بابا بقى ربنا يتولاه. نفس النتيجة، هيولع. اخيرا خلصت. ايه ده؟ دي السندوتشات اللي احنا طلبناها من امبارح؟ ايوه، انت عارف ما بحبش اتكلم ابدا، باخد وقتي. دفع على اصول. بس ايه السندوتشات دي؟ دي سندوتشات يا بيبي، شامبينيون بالكو ديفوار. ديفوار ده مش ده بتاع افريقيا؟ ده كو ديفوار هو ده. هي دي احجار كريمه ولا ايه؟ يلا ربنا يكرم. يعني ده ترانزيت ولا من بره بره؟ هو عموما لو من بره بره او ترانزيت، في الحالتين احسن حاجه ليكي فعلا يا رانيا اشتغلي في مطار امبابه بجد يعني. جت 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 جت. انا عايزه استحمى. استحمى ايه؟ استحمى ايه؟ بقالي شهرين استحمى ايه؟ ماسكه عليك ايه يا بنت؟ اقعدي. اهلا وسهلا مدام تشباي. منشعي بدل ما تتقطعي يا حبيبتي. مش فضالي. الفلوس جاهزه ولا مش جاهزه حبايبي؟ الفلوس جاهزه حضرتك، هي بس بتتكوي. بتهزر. بقولك ايه يا مدام، احنا بقى مش هندفع، وممكن ترمينا سعيد من بير السلم. اللي انا بسمعه ده يا حبيبتي اكيد بتهزروا، انتوا بتستعبطوا بقى. حضرتك ليه متعصبه قوي كده؟ بتعصب عليه ليه؟ ليه حضرتك؟ المساله ببساطه خالص، احنا قاعدين على المائده المستديره. ايه، اتفضلي حضرتك اضربي سندوتش وانت بتتكلمي، نتفاهم عادي يعني. حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليتهم ما يدونيش فلوس يا حبيبتي. بصراحه ولو مش عاجبك روحي اشربي من البحر يا اختي. مش هشرب من البحر حبيبتي، مش هشرب من البحر، هفرق قهوه ساده واشرب معاهم. ها يا اللي بتدوري على حل شعرك يا بتاعت التاريخ والصور معايا. اديها فلوس تعالج بابا، هي مالهاش ذنب ان بابا عيله وبتطلع من فلوسها الخاصه ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج ابونا. يا بت انت رجعتي في كلامك ليه؟ ماسكه عليك ايه؟ حكايه التاريخ دي؟ التاريخ العادي اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الارض والحته والربع والتمن والتقسيم. انتوا قاعدين تسايلوا وسايبيني اكل في نفسي. خلصوا، اخلص عليكم نفر نفر يا حبايبي. ايه ده؟ ايه اللي انا باكله ده؟
ده نازل جوفي عمال يقطع فيه كاني باكل ازاز مسلوق. حضرتك لا لا ده هو بس في الاول كده، بعد كده هتتعود عليه بعد ما يكون خلص يعني. لا لا ده سندوتش مولوتوف يا جماعه، بعدين هتنفجر بعيد. حلوه يا رانيا. تسم مراتي، تسم مراتي يا نبيل. يا بابا اول حاجه انا مش نبيل، انا عادل. تاني حاجه احنا ما سميناهاش، هي اللي مفجوعه وقعدت تاكل في السندوتش بتاع الكورتونزون ده. ومين بقى اللي عمل لها السندوتش ده؟ رانيا مراتي. يا حفيظ يا رب. ورانيا تعرف منين ان مراتي منطاعي لما بتتنرفز بتاكل اي حاجه قدامها؟ والله ما تعرف يا بابا، ده اللي حصل ده حصل بمحيط الصدفه. مراحيد الصدفه مش وانتوا قلولات الادب يا انطاع، ما حدش فيكم يجي يسال على ابوه هو عيان ويدفعوا له مصاريف العلاج. يا بابا عيان ايه يا بابا، ما انت زي الفل اهو، جايب قميصك متشجر وما عندكش اي مشاكل. وبعدين يا بابا بطل الحركات دي، لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعالى اطلب مني يا بابا، انا مش هتاخر. طب هات. يعني معقوله اعز عليك حاجه؟ ده انت ابويا برضو يا بابا. ماشي هات. يعني معقوله يا بابا مثلا تبقى انت محتاج حاجه وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش؟ اكيد هيديلك. طب ما تبرز. بابا انت ليه بتعاملني ان انا غريب؟ انا ابنك يا بابا، اعملني عادي يعني. لا اله الا الله. طب والبنت اللي اسمها منطاع مراتي دي، انا لسه مغير لها جدار المعده بحاله. برضه هي في مقام امي، ما دام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي، وقت ما هي تحتاج حاجه تقول لك، فتبقى انت كمان محتاج حاجه فتقول لي، فهنتصرف يعني. معقوله اعز عليك حاجه؟ ما تقلقش خالص يا بابا. المهم انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا اخويا ربنا يخليك ليا. بابا ما تتكسفش يا بابا. بس يا ماما حاول بقى يمين حاول شمال، ما طالش مني ولا مليم، بس انا كنت متاكد يعني حب يلعبني بقى ويقول لي اصل مراتي كمان عيانه، اللي كانت جايه انا وعماله تتنطط علينا وتستهبل، جاي بيقول لي عيانه وشايل لها المعده. اتفضلي. شفت بقى زي ما قلت لكم بالظبط، ان هو بيعمل حركات عشان يهبش مننا اي حاجه. ما هو واطي ومتجوز واطيه يا مو. انا صدقت فعلا ان هو كان تعبان وكان صعبان عليا قوي يا عادل. صعبان عليكي؟ عارفه بقى انا اللي كان صعبان عليا بجد مين بقى؟ انا كان صعبان عليا احنا ان احنا كنا خايفين عليه، وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى فيه مرض. وسلوى دي بالذات اما دخلت علينا الدخله دي احنا اتلبخنا فيها، لكن على مين؟ الحمد لله ربنا في اخر لحظه خلانا نعرف ان كل ده كلام فارغ. فعلا الطيور على اشكالها تقع. سيبك بقى من الطيور ومن انفلونزا الطيور، قولي لي بقى ايه حكايه التاريخ؟ وحكاية سلوى دي كانت تعرف عنك ايه؟ فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروحوا تقابلوا شباب ايام زمان ولا لا؟ هو انا ما قلتلكش. لا طبعا ما قلتليش. طب ما انا كنت هقولك. طب اتفضلي قولي، الفرصة قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفس عليك. ما هو مش معقول يعني تبقى انت اخويا وما اقولكش. ما تقولي يا سناء ما تستهبليش. ما انا هقولك، ما هو مش معقول يعني الغريبة تبقى عارفة واخويا لحمي ودمي ما يبقاش عارف. قولي يا سناء عشان لو عرفت من برا. بصي عارفة الجزمة اللي في رجلي دي على وشك. ماما احكي لعادل لما انت خلفتي عادل، بابا بقى قال لك ايه بعد الخلفه؟